الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم أمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، بنرحب بمشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. اليوم هو الحلقة المخصصة للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم واللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة. بنذكر حضراتكم ان احنا بنلتقي واياكم من السبت الى الاربعاء، من السبت الى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم وفي شريف تلقي الأسئلة الخاصة بحضراتكم، ويوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم، وكمان عرض فقرتنا فقرة كتاب قلوب عامرة. سائلة كريمة بتقول: كنت عايزة أحكي حكايتي ونفسي أن أنا أسمعها، يعني أن الدكتورة نادية تسمعها. بتقول لي أعمل إيه؟ أنا متجوزة من سنتين ونصف تقريبا ومعايا بنتين الحمد لله. هي بتقول أن الزوج كان كويس معايا جدا، وحتى لو أهله ضايقوني بيقف معايا وبيهدي الموضوع، وتجوزنا وهو كويس قوي معايا ولحد دلوقتي كويس قوي. بس الحكاية أني اكتشفت دلوقتي انه كان قبل الجواز بيجيب بنات الشقه وبيباتوا معاه احيانا، هو ما يعرفش اني عرفت، بس هو من وقتها وانا حاسه ان قلبي واجعني، خوف على بناتي من الذنوب دي، وزعل على نفسي لاني فعلا ما عملتش اي حاجه وحشه قبل الجواز، لاني كنت متاكده لما اراعي ربنا واهلي هاخد واحد زيي كويس. محتاجه اعرف هل انا وحشه في شيء علشان كده حصل معايا الأمر ده، ولا عشان ده نصيبي اللي ربنا كاتبهولي فهتعوض في الآخرة لما أروح عند ربنا، وهل ممكن يترد في بناتي أفعال أبوهم السابقة؟ هوني على نفسك، وإحنا في أيام شريفة مباركة ربنا جعلها مواسم إن الناس بتتوب وبتستغفر وتعود إلى الله سبحانه وتعالى، وإن الحسنات يذهبن السيئات، فبالتالي الإنسان عليه إنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. في بداية كلامي معاكي لابد أن أؤكد على ضرورة إحسان الظن بالمولى سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أختنا الفاضلة أني أعتقد بأن أو لاعتقاد أن زوج المرأة أو زواج المرأة بشخص مثلا معين ليه ماضي ده ما كانش كويس، أنه ده نوع من العقاب من الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وما تفكريش فيه بالطريقة دي، ولا يصح أبدا أن احنا نفسر الأحداث اللي بتحصل لينا في الحياة بنفس الطريقة اللي حضرتك ذكرتيها، اللي عايزة أقولها طريقة بسيطة ما فيهاش يعني العمق، ما فيهاش، المفتقرة إلى حكمة التدبير الإله. ننبه كمان إلى أن الزواج، الارتباط بشخص ما، بيعتمد على مجموعة من العوامل، منها الاختيار الشخصي اللي هو ان في توافق بيني وبين الزوج. ما بختار الاختيار اللي بيكون بين الزوجين معتمد على التوافق اللي بينهم، وبرضه مدى حصول الكفاءة الشرعية بين الزوج والزوجة. يعني قرار الزواج لازم يبنى على الحكمة والاستشارة والاستخارة، وليس على الافتراضات الخاطئة أو الأحكام المسبقة صاحبة السؤال، لأنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، هو اللي بيقبل التوبة من عباده. فإذا تاب الشخص توبة نصوح، والتوبة النصوح دي هي قمة التوبة، إنه يوصل لمرحلة يكره الذنب ده أو الذنوب اللي كان بيعملها، فيبغض الذنب كما أحبه قبل كده، ويستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ده تاب توبة نصوح وأصلح هذا الزوج من حاله، فلا يجوز سيدتي الفاضلة إن احنا نحكم عليه بماضيه فقط، وأنت عمالة تشكري فيه كل الشكر اللي أنت بعتاده، بل على حضرتك إنك تكوني عون لهذا الزوج على
ترك المعاصي والاستمرار في طريق التوبة، لأنه بالفعل تركها وطلب العفاف في زواجه، وربنا أطعمكم ببنتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام قبول التوبة منا ومنكم. وانت لازم تقفي مع هذا الزوج بدعمك بقى، دعم الزوجة العاطفي والتشجيع المستمر من غير طبعا ما تعرفي انك عرفتي، والثناء عليه على اي يعني على اي خطوات ايجابيه هو بيعملها او بيتخذها نحو التوبه، او انه راجل بيصلي بيكثر من النوافل، فاشجعه عشان يثبت على هذا الطريق. ولا نغفل ابدا سيدتي الفاضله عن الدعاء بالثبات على ذلك، كلنا يحتاج الدعاء بالثبات على هذا الامر. فالحمد لله ان ربنا اكرمك وجعلك من اهل الطاعات، وعشان تاخدي بايدين هذا الزوج الى مزيد من الطاعات، مش عشان تقعدي تقولي كل هذا الكلام اللي حضرتك بتقوليه وتسيئي هذا الظن. احسني الظن بربك، الصبر والحكمه مطلوبه في مثل هذه المواقف وفي غيرها، في الحبال في الحياه كلها، عشان تستقر احوال الاسر ويتحقق فيها رضا المولى سبحانه وتعالى، وبالتالي يقوم عليها ويترتب عليها السعادة للعباد في الدارين. كمان عايزة أكد على نقطة مهمة جدا إحنا قلناها قبل كده، نؤكد ونكرر التأكيد عليها، وهو إن الشرع الشريف لا يعاقب الإنسان بذنب أبيه أو بذنوب الآخرين. من قال لك ذلك؟ كل شخص مسؤول عن أفعاله فقط، كما علمنا القرآن الكريم في مبدأ قرآني عام ومهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وده يعني ان كل فرد بيتحمل مسؤوليه اعماله الخاصه اللي قام بيها في حياته، ولا يعاقب بذنب غيره. الله تعالى عادل، لا يعاقب احدا بذنب اخر، ما يمكنش. الله هو الحق العدل، كيف يعاقب احدا بجريره ذنب اخر واحد تاني عمله، انه يؤخذ بجريره ذنب ابيه او امي؟ من قال لك ذلك؟ فاحسني الظن بمولاك، و هو فيه خير هذا الزوج انه وفق الى زوجه صالحه. ربما ما لقاش اللي يوجهه هذا الزوج، ربما ما لقاش اللي يربيه على مراقبه الله سبحانه وتعالى، وربما تربى على ذلك واصابه غفله، اصابت هذا الزوج غفله فوقع في مثل هذه الاخطاء، ثم تاب وعاد الى ربه. اذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى بيفتح باب التوبه ليل نهار للمسيء بالليل وللمسيء بالنهار، عشان بيفتح له أبواب الرحمة وفيض الرحمات، عشان يحث التائبين على أن يسارعوا بالتوبة إلى مولاه، فيتوب على المسيء بالنهار بالليل ويتوب على المسيء بالليل بالنهار، يعني أبواب رحمة عظيمة. فأحسني الظن بمولاك، وهذا الزوج أحسبه من الموفقين أن ربنا وفقه في زوجة صالحة مثلك، وأعينيه على الخير، وسل الله لك وله الثبات على طاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا وإياكم من سعداء الدارين، اللهم أمين. بالنسبة لي السؤال الثاني اللي معانا النهاردة، تقول أنا واحدة جوزي عنده كانسر، أو عنده يعني المرض السرطان، نسأل الله العافية، فجاله في المخ، وده بعد زواجنا بخمس سنوات، والوقت هو ودلوقتي يعني بقى له عنده سبع سنوات بيعاني من المرض، بس الفترة دي هو تعبان جدا، وأنا واقفة جنبه في مرضي من أول يوم، بس الوقت في الوقت ده هي حاسة إني، أو بتقول أنا حاسة إني وحيدة في كل شيء، لأن أنا المسؤولة عن كل شيء، أنا الأم والأب لأطفالي، بس المسؤولية أصبحت صعبة عليا جدا، والعيلة محدش بيسندني، لأنه دايما بقول لهم الحمد لله على كل شيء، أنا مسؤولة أسافر بيه مسافة بعيدة، لأنه هو بيتعالج في مكان بعيد كل مرة، أنا ما فيش حد من عيلته بيريحني يوم ويقول هروح بدالك، ما فيش الكلام ده خالص، وأنا مش حابة أشتكي لحد همي، رغم هم شايفين قد إيه أنا تعبت من صغر سني، لأن أنا متجوزة وأنا 16 سنة وتحملت المسؤولية. بتقول أنا بحاول أظهر أمام الجميع إني جبل، لكن للأسف حاسة إني بدأت أنكسر، أعطيني نصيحة تخففي بيها عني حزني وتعب. ربنا يقويكي، وأول شيء إن أنا لازم أتقدم إليكي بخالص التحيات على ما تتحملينه من مصاعب
وما تتحملينه من هذه المسؤوليات الشديدة ومن وقوفك الطيب مع هذا الزوج الكريم في مرضه، وأسأل الله له شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما. وتأكدي إن عاقبة اللي بتعمليه ده، جزاء اللي بتعمليه ده، خير عظيم بإذن الله تعالى. خير عظيم مش في الآخرة فقط، في الدنيا والآخرة. التعامل مع مرض الزوج الطويل بيتطلب من الزوجة المكافحة في هذا الحال وذلك الظرف مزيج من الصبر والإيمان، الصبر والإيمان والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وإحسان الظن بالمولى سبحانه وتعالى، لتعلمي أن أختنا الفاضلة كل شيء بيد الله، وإنه ما يقع ويحصل للإنسان في الحياة إنما هو بقدر الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى أعلم الناس وهو سبحانه وتعالى أعلم بعباده، يعني هو سبحانه وتعالى أعلم بعباده. وضعي نصب عينيك قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، واعلمي إن جزاء الصابرين عند الله سبحانه وتعالى عظيم. شوفي ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما حددش، ده حاجة مفتوحة عظيمة. العظيم بقى يعطي، فحينما يعطي فهيكون عطاء عظيم. والله سبحانه وتعالى مع الصابرين بمعيته ومعونته ومدده الحي الباقي. أستعن بإيه وأنا في الحالة المرحلة اللي أنا فيها دي؟ استعيني بالصبر، استعيني بالصلاة، استعيني بالدعاء. الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، وحافظي على الصلاة وأكثري من الدعاء لله تعالى بأنه يشفي زوجك ويمنحك القوة والصبر، وأكثري بقى من الدعاء عند السجود، وأكثري من الدعاء عقب الصلوات، وأكثري من الدعاء في جوف الليل، وأكثري من الدعاء في هذا الزمان الشريف، وألحي لله رب العالمين. الدعاء ده سلاح المؤمن. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول الدعاء هو العبادة، وقال قبل كده نعمة سلاح المؤمن الصبر والدعاء، ولا تغفلي عن قراءة القرآن لأنها برد وسلام على القلوب، فاجعلي قراءة القرآن عادة يومية ويكن لك ورد يومي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وانت محتاجة الرحمات، مزيد من الرحمات، وانت في رحمة، وانت في رحمة كبيرة، لأن الإنسان في عز الأزمة بيجيله مدد الرحمة غير في وقته العادي اللي هو مستقر فيه. الإنسان يكون في مرض، في ابتلاء بمرض، ابتلاء بفقد، ابتلاء بأي شيء، مدد الله بالرحمات بيكون أشد من الوقت العادي. ليه؟ لأنه في أزمة، فمعونة الله بتسارع إليه. كمان وأنا في المرحلة دي أوصي حضرتك بالصدقة. الصدقة والعطاء من أبواب قضاء الحوائج، وإنت عايزة قضاء حاجتك، وإني أنا أتصدق بنية، يعني إحنا بنقضي حوائج الناس اللي محتاج يأكل، اللي عنده حاجة في الطعام، اللي عنده حاجة في الكساء، اللي عنده حاجة في الغذاء، في الدواء، في الإيواء، كل دي أنا بساعد الناس، فبساعدهم يقضوا حوائجهم. فالتصدق بنية شفاء الزوج قد تكون وسيلة لجلب الرحمة والشفاء. وكما في الحديث الشريف يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. وفي مسألة برضو وأنا بختم كلامي مع حضرتك، المؤمن طول ما هو في رحلته في الدنيا، إحنا في دار امتحان، إحنا في دار ابتلاء، إحنا في دار كدر، وربنا بيمتعنا وإحنا في الرحلة دي. أفعال الله تعالى كل حكمة، كلها رحمة، كلها عدل. فإذا علم المؤمن ذلك عليه أن يتحلى بالثقة بالله، لأنه عارف أنه الحكيم سيجري له ما فيه الخير، العليم سيعطيه ما فيه الخير، كل الخير له. يبقى أنا أتحلى بالثقة بالله والصبر، أنا في امتحان بس أصبر، وأنا في ظل هذه، في ظل هذا الامتحان لابد من الاعتناء بنفسك عشان ما تقعيش، لأنك ماسكة الموضوع ده كله، فلازم تهتمي بنفسك وبصحتك، ما تسيبيش نفسك لأحزانك.
وزي ما بتهتمي بالزوج تهتمي بنفسك واهتمي برضو بزوجك، وده سيعينك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بقوة وسكينة. واطلبي من زوجك يدعي لنفسه ويدعي لك، وانتظر الجزاء من الله تعالى وحده سبحانه وتعالى، وهو كريم لطيف حكيم عليم رحيم 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 رحمن، فثقي بالله الرحمن الرحيم. أراكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، ما زلنا في الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بتفد على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. معانا سؤال: هل يجوز الصلاة بالفانيلا الكات والصلاة تقبل ولا لا؟ يعني في البداية لازم أأكد على مسألة مهمة، يعني من باب تأصيل المسائل، يعني إن ننبه إلى إن الحكم على أفعال المكلفين، عشان أقدر أقول إن الفعل ده يعني وضعه إزاي، فالحكم بيكون بالصحة أو بالصحة والإجزاء أو الفساد والبطلان. بمعنى إن أنا بقول الفعل بتاع فلان ده في أدائك الصلاة يا إما صح يا إما هذا الفعل خطأ ومش مواكب للشرع الشريف، يبقى أي فعل بيبقى البناء الحكم عليه من خلال الأدلة الشرعية. وفي الشرع الشريف هناك شروط لصحة الصلاة، يعني ليه بتتضمن تغطية العورة سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. وبالنسبة للرجل عورته في الصلاة هي من السرة إلى الركبة، ولكن من المستحب أنه يعني يرتدي الرجل ثيابا تغطي الكتفين أيضا، لأنه هو في حالة يعني شريفة، هو يقف فيها بين يدي الله تعالى يناجي ربه عز وجل. وجاء في الحديث الشريف في الصحيحين عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق يعني الكتف، وفهم العلماء من هذا الحديث استحباب تغطية الكتفين في الصلاة، بنتكلم للرجال، يبقى فهم العلماء من هذا الحديث استحباب تغطية الكتفين في الصلاة. وبناء على ذلك فإن الصلاة الإنسان يجي يصلي في وهو لابس الفانيلا اللي هي بتكشف الكتفين، الصلاة بتعد صحيحة ما دام إن العورة وهي ما بين السرة ما بين السرة والركبة مستورة، لكنها ليست الحالة الأكمل للوقوف بين يدي الله تعالى. فالأفضل والأولى للمصلي أن يحرص على أنه يغطي كتفيه أو عاتقيه تحقيقا للأدب وكمال الهيئة في الصلاة. يا صاحب السؤال،
هنسيب حضراتكم مع فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، ونذكر بأن الرواية في القراءة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلأ القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة، لأن القرآن ميسر للذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة ومشاهدي كتاب قلوب عامرة وكتابنا. احنا بنبتدي مع حضراتكم الموسم الجديد واحنا ممتثلين للأمر الإلهي ورتل القرآن ترتيلا، واحنا بنذكر حضراتكم ان احنا الرواية اللي بنقرأ بيها هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل، هي دي الرواية اللي احنا بنقرأ بيها. بنعلم بطريقة بسيطة جدا ما فيهاش اي نوع من التعقيد، بنعتمد في طريقتنا على التلقين، بنصحح الآيات، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والقبول الدائم، وإنه يعيننا على إتمام هذا العمل الشريف. وإحنا متوقفين عند هنبتدي النهاردة السورة اللي عليها الدور، سورة النبأ، فحضروا مصاحفكم معانا ونبتدي إن شاء الله التصحيح مع بعض. زيكم عاملين إيه؟ معانا النهاردة بقى قراء جدد، معانا الزهراء ما شاء الله، زهراء ما شاء الله من أهل القرآن، معنا كمان مريم، ومعنا لانا. أهلا وسهلا مع المجموعة بتاعتنا القديمة، فيلا على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. عن العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. أنا هبتدي بأنس الأول وبعدين أدخل على لارا. يلا يا أستاذ أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عن النبأ العظيم. كمل يا لارا. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم فين النون؟ لازم اعمل توسط، عشان لو ما عملتش توسط النون ايه مش هتبان من صفاتها كده. كلا سيعلمون. 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 ثم كلا. لا ثم. طيب انا عملت ميم الف، دي ميم بس. في انا عندي هنا ايه حكم الميم هنا ايه؟ اللي عارف يرفع ايده وبعدين هسال. قول يا زهراء.
تبقى نون مشددة حكمة تغنى حركتين. حركتين النون مشددة، يعني إيه حرف مشدد؟ عشان نراجع اللي خدناه قبل كده، الحرف المشدد في اللغة العربية يعني حرفين اتنين في بعض، أول حرف ساكن وتاني حرف متحرك. فثم أصلها لو أنا بفك الثم دي هتبقى ثاء وميم ميم، تمام؟ ميم ساكنة وميم متحركة، يتضموا الاتنين مع بعض يبقوا مشددتين، يبقى الحكم بتاع الميم المشددة زي حكم النون المشددة الغنة. عشان كده بقول إيه؟ ثم كلا ثم. يلا يا سارة، أخبارك إيه يا سارة؟ نسيتي ولا لسه فاكرة القواعد؟ طب يلا. عما يتساءل؟ لا أنا ما عنديش ألف. عما يتساءلون؟ وفين الأربع حركات؟ الأربع حركات بتوع المد. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. كملي يا شروق. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يلا يا زهراء. عما يتساءلون؟ لا كده كتير كده كتير. لا 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 يا زهراء ما شاء الله عليكي، لكن دول أربع حركات. أنا القرآن ده بيعلمني النظام والانضباط، مدد الأحكام بمدد زمنية، مش بمزاجي بقى أمد. إحنا بنقرأ كما قرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة القرآن، والصحابة علموا للتابعين، وبعد كده إلى أئمة القراء، وهكذا إلى أن وصل إلينا عن طريق مشايخنا بالإيه؟ بالاتصال المتصل، بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعلم ده ما فيهوش تأليف، فيه اتباع، خدناه تلقيني وبنقراه كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا هنا أما أجي أمد، أمد بهوايا ولا أمد بالقاعدة اللي أنا عارفها؟ طب أنتوا فاكرين قواعد المد؟ حروف المد كم حرف؟ هي آدم ثلاثة، الألف والواو والياء. طيب لما بيكون حرف المد جاي وراه همزة في نفس الكلمة، ده مد بنمده كم حركة؟ في نفس الكلمة ولا؟ ما حدش كلمة لما أقول في نفس الكلمة بنمد كم حركة؟ حركة اللي هي العد، واحد اتنين تلاتة أربعة، أو بحرك إيدي كده أو بعمل كده. بعد كده زي ما قلت لكم بقلبكم هتظبطوا قوي العد. هي عبد الله أربع حركات. أربع حركات. الزهراء قراءتها ما شاء الله، لكن مدت عدت الست حركات. لا ده مد بنسميه مد إيه؟ مد إيه ده؟ محدش يتكلم. ها مد متصل. أيوة مد متصل، اسمه مد إيه؟ واجب. أربع حركات، تمام؟ مد متصل الواجب أربع حركات. خلاص يلا يا زهراء. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يلا يا سادن. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سادن الهوى ما نطلعهوش من الأنف، وأنا قاعد عامل كده وأقرا بطلع الهوى كله من الخيشوم. لا ما طلعش الهوى من الأنف. يلا يا عبد الله. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يلا يا مريم. عن النبأ العظيم؟ عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أحسنتي. يلا يا آدم. ها بنصور أهو بدري شوي عشان تلحق تنام. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون
ثم كلا سيعلمون. جميل، ننتبه لهذه النقاط المهمة. وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات قائدا ودليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، وما زلنا في شريف الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بتفد على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، واللي بيكون عليها الردود ردود مستفيضة بالأدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. أم فاضلة بتقول: ابني بيطلع صدقة كل شهر وأنا معايا معاش، في بعض الشهور بتكون، يعني هي بتاخد معاش، لكن في بعض الشهور بتكون التزاماتي أكتر من المعاش اللي بيدخل لي، هل يجوز أني أخد من الصدقة اللي ابني بيطلعها من غير ما يعرف، لأني مش بحب أنه يعرف أني بحتاج فلوس للالتزامات الزيادة اللي علي عشان ما يحملش همي ويأثر في التزاماته. أمنا الفاضلة، يعني لازم نقول شيء قبل ما نجاوب على هذا السؤال، وهو ما بنذكر بما هو مقرر في الشرع الشريف، وهو إن هناك فارق بين الزكاة الواجبة والصدقة النافلة اللي هي التطوعية اللي بيتطوع بها الإنسان. بالنسبة للزكاة الواجبة، الشريعة حددت الضوابط اللي بتتعلق بمستحقي الزكاة ومن يجوز لهم أخذها. الزكاة الواجبة بتصرف لأصناف محددة من الناس، كما ورد نص ذلك في القرآن الكريم في سورة التوبة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبين السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بالنسبة إن حضرتك أو أخذ الأم الزكاة من مال الزكاة الخاص بابنها، المعلوم والمقرر شرعا في والمفتى بيه إن الزكاة لا تجوز أن تعطى للأصول والفروع المباشرة، يعني بين الأبناء الآباء وإن علا والأبناء وإن نزل. والسبب في ده هو إن نفقة الأبوين بتجب على الأبناء إذا كانوا قادرين على الإنفاق عليهما وما كانش عند الأب ما يكفيه، وبنفس الوضع نفقة الأبناء بتجب على الآباء إذا كانوا قادرين على ذلك، وإذا كان الأبناء مش قادرين. وعلى ذلك فلا يجوز للأم إنها تاخد الزكاة من مال ابنها، بالنسبة لي هذا الشق الأول في أموال الزكاة. أما بالنسبة بقى للصدقة اللي ما يتطوع به الإنسان ويخرجه لله تعالى من غير لزوم عليه، بابها واسع، الصدقة بابها واسع، يجوز إن يأخذ منها غير المستحق للزكاة الواجبة، وإن كان أهل الحاجة طبعا هم الأولى، فلا مانع للأم في الحالة دي إنها تاخد من مال الصدقة الخاص بابنها. لكن في هذه الصورة وبالنسبة وواقعة السؤال ده، أنا بستشف إن الأم يعني وكيلة في هذا المال عن ابنها،
يعني هو وكل حضرتك بيديك الفلوس وانت بتقومي باخراج الصدقه، فيجب على حضرتك الحذر والاحتياط الشديدين لانه حضرتك وكيله على هذا المال. فان كانت حضرتك ظروفك لا تسمح ولا محاله بتحتاجي للاخذ، فليكن هذا الاخذ بالمعروف، ولا تضيعي طبعا الثواب على ولدك في رغبته في اخراج هذه الصدقات. كما انبه الى امر مهم وخطير، انا ابني النهارده بيتصدق وبيخرج الصدقات، يعني عنده سعه، يعني الاولى ان حضرتك ان يعني ان الام تطلب، ده حقك تطلبي الحاجه بتاعتك من ابنك طلب مباشر لما تحتاجي. وزي ما يبدو من السؤال زي ما قلت لحضرتك ان الابن يعني حالته الماديه متيسره، فحضرتك تقولي له انا احتاج مثلا، مش عايزه تقولي له انا محتاجه فلوس، يا ابني انا محتاجه هذه المجموعه من العلاجات او هذه المجموعه من الطلبات في المنزل، وبحيث انك تتركي مال الصدقة لغيرك، وده لأن نفقة الوالدين عند عدم القدرة، يعني نفقة الوالدين عند عدم القدرة على بتكون على الأبناء القادرين، يعني لما يكونوا الوالدين مش قادرين ينفقوا ما لديهمش سعة بتكون بتجب النفقة على الأولاد القادرين، إذا كانت طبعا الأم محتاجة والابن قادر على الإنفاق عليكي، فيجب على حضرتك فيجب على هذا الابن أنه يتولى النفقات الخاصة بحضرتك من ماله الخاص. يا صاحبة السؤال ده حقك، سليه أنه يعينك ويقف جنبك وثوابه مضاعف وعظيم. هو الوصية بالأم إيه؟ 3 مرات، فبالتالي حضرتك أمك ثم أمك ثم أمك، وبيحظى برضاك وبيفوز بدعوتك وبيسد حاجتك، وانت اولى الناس انه يسد الحاجه بتاعتها، فيسد الحاجه بتاعت حضرتك ويصدق بما يشاء بعد ذلك. فانا شايفه ان حضرتك تكلميه بصوره مباشره، هات لي الادويه دي، محتاجه كذا محتاجه كذا، ويعني ترسيه على الوضع. ممكن تقولي ايه ما هو عارف انا باخد كام، بس ممكن يكون مش واخد باله، فانا انبهه، لا باس بهذا الامر، وربنا يعني يتقبل من الجميع. آية عندها 27 سنة بتقول من وقت ما بابا يعني مات قعدت من الشغل عشان والدتي، وباخد معاش والدي وهو معاش صغير، والدتي بتصرف عليا من معاشها من الوالد. فبتقول جالي فرصة شغل سيلز مبيعات في بنك قروض شخصية، هل الشغلانة حرام أم حلال؟ حاضر، وانت عايزة الرد سريعا. حاضر، لابد ان احنا نعرف انه في مجال العمل الافتائي انه من اركان الفتوى ومن اهم مراحلها مرحله بيسموها الساده علماء اصول هذا العلم بيسموها مساله ادراك الواقع، ادراك صحيح، يعني اللي هم بيسموه مرحله التصوير، يعني يفهم المساله كويس بس من خلال الواقع بتاعها، وهي انه يتصور الذي يفتي او المفتي المساله ويصورها تصويرا صحيحا موافق للواقع عشان يقدر يتمكن من الحكم على هذه المسألة حكم سليم ومنضبط. وما عليه الفتوى في مصرنا وعصرنا إن المعاملات مع البنك معاملات جائزة شرعا، وده بناء على توصيف وظيفة البنك، لأنه هو مؤسسة اعتبارية استثمارية وليست إقراضية. فالبنوك دي عبارة عن مؤسسات حديثة ذات شخصية اعتبارية. البنوك دي المؤسسات دي لم تكن موجودة من قبل، وبالتالي لم نجد لها وجود في الفقه الإسلامي القديم والموروث. واللي استقر عليه الأمر في الديار المصرية في خصوص البنوك والتعامل معاها منذ عقود إلى القول بأن البنوك مؤسسات تمويلية بتقوم بعمل عقود مستحدثة، يعني عقود جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، بتحقق مصالح أطرافها. ولما بتعمل العقود اللي بتحقق مصالح أطرافها اللي هم المواطنين، ده بإشراف مباشر من الدولة، بيتمثل في مؤسسة كبيرة تتبع الدولة اسمها البنك المركزي. وبناء على هذا التوصيف للشيء اللي اسمه البنك ده، فإن ما يسميه بعض الناس قرض أو إقراض هو في حقيقة الأمر بيعد استثمار وتمويل لشراء السلع، وده وهذا الأمر لا شيء فيه.
العبرة زي ما علماء الأصول علمونا هنا بالمسميات، ليس بالمسميات وإنما بالحقائق والمعاني، مش بالأسماء والأشكال والمباني. طيب، تبقى إشكالية إن إحنا بنسمع أن هناك بعض من العلماء القائلين بحرمة معاملات البنوك. طب نعمل إيه؟ طب الناس دي العلماء دول قالوا له بهذه الحرمة، بحرمة التعامل معها، لأن هؤلاء العلماء ما زالوا يصطحبون واقع سابق بتصور وتصوير للمسألة سابق، والأمر دلوقتي تغير، الواقع تغير بالقانون بناء على رأي المتخصصين من الاقتصاديين والشرعيين. ثم كان بعد كده، بعد هذا الأمر، كان قانون البنوك المصري رقم 88 والصادر 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004، واللي بتؤكد على هذه المعاني اللي احنا قلناها. بناء على ما سبق، فإن ما استقرت عليه الفتوى أؤكد في مصرنا وعصرنا إن التعامل مع المؤسسات البنكية، مع البنوك، أمر جائز، وبالتالي لا حرج عليك أيتها الفتاة الطيبة من القيام بالعمل في هذه الأقسام، أقسام المبيعات في البنوك. وده إجابة سؤالك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا، ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.
لبيك الله.